ان شاء الله السيشن اللي جايه دكتور هاني موريس مدرس جراحه بقصر العيني هيعرف ان شاء الله عن تخصص الجراحه. طلبوا مني النهارده نتكلم عن الجراحه. انا عارف كلكم سنه خمسه او سته وتسعه صح؟ الجراحه مابقتش يعني فيري اتراكتيف للناس زي ما شايفين الجراحه هو يعني الجراح بقى في المنطقه وبتاع، لكن هو كل زي اي برانش ليه مميزات بتحبه. انا بالنسبه لي طبعا شايف المميزات لان عشان انا اخترته، واتمنى انكم كلكم تاخدوا قرار عايزين تاخدوا ايه. مميزات الجراحه ان اولا انت بتعمل حاجه العيان بيشوف نتيجات على طول غير التخصصات الثانيه. محتاجه انك انت تاخد تريننج كتير قوي، يعني ممكن تقعد مثلا اربع خمس سنين في بدايه حياتك جاست تريننج ما تعملش اي حاجه. لو كنت في الجامعه او بره بتقعد تساعد كتير قوي تتعلم كتير قوي، ممكن برايفت بيتاخر شويه كفلوس والدخل في الاول قليل شويه. لكن وانس ابتدت اتعلمت كويس والبيزك بقى بتاعك كويس وابتديت تشتغل، الانكم ممكن يبقى كويس.